مرحبا برج العذراء. بشكل عام قبل ما أدخل في الكارتات، اليوم لحد الآن قراءة برج العذراء هي المفضلة لدي، لأن الطاقة فيها طاقة أمور تحدث معنا طول الوقت، ولكن إحنا نخلي مشاعرنا تغلب على عقلنا. فهاي القراءة مثال جيد لهذا النوع من المشاكل اللي نشوفها في الحياة. أول كرت سبب الفراق، Three of Pentacles مع Queen of Wands. أرى أنك أنت يا برج العذراء، احتمال يكون العكس، بس اللي أشوفه هني أن أنت كان دخولك قوي في حياة الحبيب، كنت داخل حياته بكل عزيمة وإصرار أنك تغير جوانب، تعمل معه على تغيير أمور في حياته، روتينه اليومي، اللايف ستايل أو طبيعة حياته وطبيعة عمله، كنت داخل بقوة، يعني تبي تغير الأمور اللي معجبتك في الحبيب، الأمور اللي يبغي لها تطوير وانتباه، أنت داخل بقوة. وأيضا أشوفك شوي عنيد وعندك رؤية معينة للأمور، ولازم الأمور تمشي حسب اللي أنت تشوفه. راح أخلي الكرت كذي عشان نشوف كرت الحبيب، أو سوري سبب التأخير. King of Wands, Nine of Pentacles. هذا الشيء لم يفلح، عشان كذي صار انفصال. الحبيب كان ردة فعله إنه كان ملتزم ووضح لك إنه يحب يحافظ على حقه في حياة العزوبية، يعني يحافظ على حريته، حياته الخاصة، الأمور اللي تعود يسويها، حياة العزوبية بكل خياراتها وجمالها والحرية اللي فيها. الحرية Nine of Pentacles طاقة الشخص الأعزب الذي يتمتع بكل البذخ والرخاء والفرص في الحياة. أنت حبيت تغير من طريقة حياة الحبيب، من أسلوب حياته، نمط حياته، هذا الشخص طالعك في عينك وقال لك لا، الأمور لن تمشي بهذه الطريقة معاي أنا، وهذا هو سبب التأخير. أنت ملتزم بحقك في تغيير ما لا يعجبك في الحبيب، والحبيب ملتزم بالإبقاء على حقه في حياة العزوبية وحق التصرف. فالقراءة شوي مضحكة بالنسبة لي. المهم نروح إلى مشاعرك تجاهها، صار مثل القصة. أنت لم تتوقع هذه ردة الفعل من الحبيب، ما توقعتها، صدمتك، غيرت بالنسبة لك أمور كنت يمكن تشوفها كشريك، لأن عندنا الكينج والكوين اثنينهم من نفس الفئة، فكنت تشوفها كشريك ومساوي لك، شخص تقدر تبني معاه حياة، ولكن ردة فعله من هذاك الموقف خلت تفكيرك يتغير بخصوص هذا الشخص. فإما أنك قررت أن تخليه يحتفل، يرجع لحياته الطبيعية، Three of Cups يرجع لحياته الطبيعية وترحل أنت عنه، لأن أنت كأنك تقول ليس من العادل أن أكون أنا في حياتك وفي نفس الوقت الآخرين والسهرات والسفرات وحياتك العادية كعزوبي موجودة أيضا، ليس من العدل. فأنت أتوقع أنك قررت أنك ترحل أو عطيت اختيار، احتمال هالشخص في الفترة السابقة اختار خطأ، اختار أنه يحافظ على حياة العلاقات المتعددة والسهر والتعارف والتواصل مع الآخرين. أوكي، فهذا اللي سبب الرحيل. مشاعره نحوك بعد ما انت رحلت، راح احط هاي الصورة، بعد ما انت رحلت هذا الشخص كل الخيارات التي كانت موجودة امامه لا تسعده بعد الان، تعيس وحس انه خسر السبب الحقيقي الوحيد لسعادته الا وهو انت. هو فعلا
حافظ على حياته الطبيعية التي لم تكن موجود أنت فيها، ولكن خسرك أنت. فأسوأ مخاوفه تحققت، لأنه لم يتوقع أن عندما يخسرك أنت يخسر هذا الكم من السعادة أو هذا الكم من الاستقرار. فوجد نفسه مضطر أن يختار، مضطر أن يقطع أشخاص، مواقف، عادات معينة في حياته السابقة عشان يقدر يحصل على سعادته معك. لأن إذا ما سوى هالشي، هو عارف إذا لم يستخدم سيفه ويقطع هذه الأشياء، أنت لن تعود أو المياه لن تعود إلى مجاريها بينكم. نيته مثل ما قلت لك، هو راح يسوي هذا الشيء، يقطع الآخرين، ولكن خلينا نوضح شيء معين. عندما يتعود الشخص على أسلوب حياة معين، جدا من الصعب أن يتخلى عنه. عندما يتعود أن يرجع إلى المنزل ويلاقيك فيه ويكون سعيد معك، بس في نفس الوقت تكون عنده حياة ثانية، حياة فيها زملاء عمل، صديقات، بغض النظر عن أسلوب حياته الخاصة، ولكن يحتفظ بالاثنين في نفس الوقت. التغيير من هذا النوع صعب، فأراه فعلا سوف يختارك، وفعلا أنت سبب سعادته الرئيسي، ولكن سوف يكون حزين بعض الشيء، لأنه مضطر يترك الخيارات الأخرى أو يقوم بالكثير من التضحيات في سبيل أن ترجع علاقتكم مثل بعض أو تأسسون مع بعض شيء مستقر. عشان يخلي العلاقة تستقر معاك، رح يضطر أنه يخسر أشياء لو كان الأمر بيده يعني ما رح يتخلى عنها، ولكن لأن أنت عطيته مثل الألتيميتم خيار، يا أنا يا حياتك السابقة أو حياة الخيارات المتعددة عندك. ولكن في الوضع الطبيعي هذا الشخص لن يقوم بالاختيار. الخطوة القادمة في حياته بعد ما يتخلص من هؤلاء الأشخاص أو العادات السيئة عنده في الماضي، مو احتمال تكون عادات سيئة لأنه ما شفت كرت الديفل، احتمال تكون مجرد أشياء أنت لا تعجبك في الحبيب أو في نمط حياته، احتمال تكون أنت محافظ هو متحرر أو العكس. بعد ما يصير هذا الشيء إن شاء الله، أرى أن أنتوا اثنينكم علاقتكم راح تكون متجهة نحو استقرار أكثر، بداية جديدة. هذا الهدوء والاستقرار الذي ستواجهونه بعد الانتقال من هذه المرحلة راح يخلي الحبيب مستعد انه يعرض عليك شيء اكثر من الالتزام. اللي قاعد اسمعه كلمة الالتزام، يعني احتمال يكون ارتباط، خطوبة، يتقدم للزواج، فعلا يقوم بالخطبة او بكتب الكتاب. فهذه هي المرحلة القادمة بالنسبة لك. ولكن عندي نصيحة اخيرة في قلبي سمعتها أثناء خلط الأوراق، لازم أقولها لك. ما بين السابق كنت أنت العذراء Queen of Wands والحبيب King of Wands، أثنينكم عندكم شغف، وأثنينكم تحبون التحكم، وأثنينكم عنيدين، وأثنينكم قويين في رأيكم ونظرتكم للأمور. ولكن أحس التارو يقول لك إنه بالعكس، من الذكاء أنك تكون عقلاني أكثر. يعني خلي الحبيب يكون يطلق العنان لنفسه في بعض الأمور، عطى حريته، ولكن استخدم ذكائك العاطفي، كن أذكى منه عاطفيا، كن أقوى منه عاطفيا، كن المرسال عاطفيا التي تثبت العلاقة. يعني عطى كم معين، لازم تعرف الكم المعين من الحرية والثقة لكي هذا الملك أو هذا الشخص لا يحس أنه خسر جزء مهم من حياته ومن نفسه. في نفس الوقت لا تعطيه كل الحرية لتكون العلاقة سايبة أو بدون حدود. لازم تعرف البالانس، استخدم ذكائك العاطفي لكي تكون أنت الأقوى في العلاقة. فتحتاج أنه شوي تغير منطقتك، منطقة Queen of Wands، عنيدة، تحب الأفعال، تحب التدخل، تحب تلقي الأوامر، إلى الذكاء العاطفي الدبلوماسي. وراح أسحب لك آخر كرت يا برج العذراء، هو كرت النصيحة.
ذكرت نصيحة لبرج العذراء في قراءة عودة الحبيب. أول كارت يسقط أو ينقلب هو بالعادة الذي أختاره. نصيحتك اليوم: The Dragon Dual, Inner Conflict, Morality, Conscious Choice. بالضبط. أكثر شيء قاعد يشد انتباهي في هذه الصورة الارتباط بين التنينين، يعني هم مرتبطين ولكن ليس لدرجة الاختناق. في جزء من الحرية، هذا التنين ينظر في هذا الاتجاه، هذا التنين ينظر في هذا الاتجاه، عندهم نوع من الحرية. فأرى أنك مثل ما قلت لك تقريبا نفس الرسالة اللي قلتها لك، لازم تعرف الحد الصحيح، الأماونت الصحيح، الكمية الصحيحة من الذكاء العاطفي، من أنك تجمع بين الحرية وبين الالتزام مع الحبيب، بين أنك لازم تعطيه ثقة، كمية من الثقة، في نفس الوقت تطلب كمية من الأداء، تطلب كمية من الالتزام منه. أنت اقعد مع نفسك وحدد ما هو البالانس الصحيح، التوازن الصحيح، عشان تقدر تنجح العلاقة مع هذا الشخص. شخص أحب حريته، شخص هو ليس لعاب، ترى خلينا نوضح نقطة واحدة، هذا الشخص ليس لعاب، هذا شخص يحب يجدد طاقته بالتعرف والاحتكاك مع أشخاص عديدين، يحب أنه يكون حوله الكثير من الأشخاص، يحصل على اهتمام، هذا الشيء يساعده أنه يجدد طاقته. فلما يرجع البيت يكون حبيبك أنت، أو لما يرجع لك إذا كنتوا غير متزوجين هو يعلم بأن أنت الحبيب، أنت المنزل، أنت المأوى بالنسبة له، لأنه يثق فيك ويثق في قراراتك. يعني وصل لمرحلة الاحترام والثقة وليست لمرحلة الأوامر والطلبات، يعني عرفت؟ فاكسب ثقة هذا الشخص، خلي يحترمك واحترمه، خلي الثقة والاحترام يكون متبادل. عندما تتخلص من هذا الشد اللي افعل ولا تفعل، هني انت راح تكون انت والحبيب في سلام. أتمنى لك التوفيق عزيزي.